فاكر ان شاء الله موجود معانا اليوم الاولاني. احنا دايما كنا معروضين كنا احنا الاكسبيشن يعني على هامش المهرج نفسه في فاشن شوز بتحصل. ده كانت اوفر تو دايز ده السيزون اللي قبل كده. السيزون بتاع السنه دي ان شاء الله احنا اول يوم في فاشن شوز اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. تاني يوم هيبقى اكرم ان شاء الله منورنا بمفاجات بقى مش هنحرقها هو يعني هنعمله في الايفنت ان شاء الله. معانا احمد عصام هو كل سنه بيعمل فاشن مفاجات برضه كده بتعلينا الايفنت بصراحه بشكل كويس جدا. والسعيد يعني اول حاجه يعني هتبقى في الشو جنب اكرم حسني هندخل الاثنين مع بعض بشكل كويس عشان نطلع مفاجاه حلوه ان شاء الله. احنا السنه دي بتاعنا 20 عروسه ان شاء الله. وان شاء الله السنه دي هنقدر احنا نحقق التارجت بتاعنا. وهي ده كده احنا في اثنين اوريدي يعني في اثنين خلاص يعني سبونسرز يعني. دول البارتنرز اللي هم اللي معانا دول الشركات اللي جايه بجد اللي معانا كل سنه وبينورونا بيعملوا لنا الايفنت بتاعنا. ممكن اقولكم واحده واحده كده بسرعه. مع احمد عصام خالد حسين مارك بروبايت فليكس كونسبت فيرس اتش دي عجبني تخيل منورنا كريس ان جولد ايس. انا احب اقول لكم شكرا مره ثانيه ان انتم تصوروا الصعبه دي واسمحوا لي اقول رئيس كواد ايه الناس اللي هي اللي تعبت منهم الناس والله فعلا بنات رايحين بقى الساعه 1 بالليل علشان نقدر نعمل البريس كونفرنس النهارده. فالناس دي اشتغلت فعلا اكتف اشتغل تقريبا سنه علشان يجي في السنه اللي فاتت فاسمحوا لي اشكركم. وان شاء الله يعني السنه دي نرفع راسكم زي كل سنه.